نريد نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يشرع لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها، وأن نسير على هديه فيها. فمن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله القلبية مع رب العزة والجلال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه ويناجيه ويبذل من نفسه في هذا الباب، لعلمه أنه لا متصرف في الكون إلا رب العزة والجلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، يعود إلى ربه يناجيه يعرض عليه حاجته. وانظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حينما رفع يديه صلى الله عليه وسلم وأصبح يدعو الله جل وعلا، فأطال الدعاء في ذلك اليوم حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كفاك مناشدتك لربك فإن الله ناصرك. وحينئذ نعلم أن من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى الله وأن يتضرع بين يديه وأن يسأله حوائجه، وأن يكون الله جل وعلا هو الذي يلجأ إليه ويناجيه.